إحنا عندنا دوريات رقمية في كل التخصصات على الكمبيوترات الموجودة في القاعة الرئيسية للمكتبة. تمام. كويس؟ إحنا بيحكمنا اتفاقات مع أصحاب هذه الدوريات. فبالتالي لا يحق لأي باحث إنه يصور أكثر من 5% من أي كتاب. لكن ممكن يصور بحث كامل منشور في دورية، مفيش مشكلة، لأن ده حقه. إنما كتاب موجود على الرف عايز يصور منه بيصورش أكثر من 5%، أنا محكوم بقواعد وقوانين. هاتيلي قانون يخرق 5% وأنا مستعد أصور له كتاب كله. الأزمة في القانون، الأزمة لدى الناشرين. الناشر ما بيسمحليش إن أنا أصور أكثر من 5%، وأنا مؤسسة هلتزم باللوائح والقوانين ولن أخرقها. إحنا في ذاكرة مصر المعاصرة بنعمل حاجتين دلوقتي أساسيتي. طبعا ما فيش عمل في الدنيا كله بيخلو من فكرة التجويد، أو ما فيش عمل ما بيخضعش للمراجعة. فإحنا حاليا نجود ونراجع موقع ذاكرة مصر، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هنمد الموقع لغاية 2014، لأن لو انتظرنا إن إحنا الموقع متوقف عند سنة 1981، دلوقتي 1981 بقى التاريخ، فإحنا سنعمل في الفترة من بعد 1981 ل 2014. مش هنستكملها كلها مرة واحدة، بس على الأقل هنبتدي نضع فيها مواد تستكمل هذا التاريخ، لأن لو مر زمن أكتر هنفقد هذا التاريخ ومش هنقدر نحطه بصورة متكاملة. إحنا آخر ما حصلنا عليه ما يتعلق بالفنانة فاتن حمام، و صوفة أبو طالب. أسرة صوفة أبو طالب وافقت لمكتبة اسكندرية على الحصول على نسخ كاملة من أرشيفه بوصف الرئيس ما بين الرئيسين محمد أنور السادات وحسني مبارك. فإحنا هناخد أرشيف الرئيس السابق للجمهورية والمجلس الشعب المصري دكتور صوفة أبو طالب لمكتبة اسكندرية في القريب العاجل خالص. إحنا نستضيف ما نريده من أشخاص ولا توجد محاذير، ولكن هو الأمر بيتم في إطار برامج، في إطار خطط. فبالتالي أنا ما استضفتش مثلا سين من الناس لأنه مش موضوع على قائمة، مش مناسب لقائمة لخطتي. بس أنا يعني هذه الواقعة سأراجع فيها المركز المختص، بس يعني ما فيش محاذير لا مننا لسه، لأن إحنا بنعمل مع الجانب الإيطالي منذ فتح المكتبة. الجانب الإيطالي إدى مكتبة اسكندرية هدية فترينات متحف المخطوطات، قدم منح لباحثين المكتبة خدوا ماجستير ودكتوراه من الجامعات الإيطالية. عندنا تواصل مع مراكز بحثية إيطالية طول الوقت، فحان الوقت إن إحنا نستضيف إيطاليا. إحنا استضفنا قبل كده فرنسا، فإذا استضفنا فرنسا فإيه اللي يمنع إن إحنا نستضيف الجار إيطاليا بغض النظر عن أي شيء؟ يعني مفيش موانع. يعني العلاقة ما بين مكتبة اسكندرية والمؤسسات الإيطالية ليس لها علاقة بالسياسة، العلاقة ممتدة ولم تتوقف.